نحاول إرهاب هؤلاء بإحراق سياراتهم أو تهديدهم أو إحراق بيوتهم. أنا ابن الشهيد ومشروع شهيد وفخور إني والدي استشهد. أنا أصريت إصرار شديد إني أدخل كلية الشرطة عشان أكمل مشواره. ضابط الشرطة ده مين؟ أخويا وابن عمي وجاري وحميني. أنا بنام في بيتي وأنا مطمئن. أنا لو طلطهم هاكلهم بسناني، لأن علشان خاطر يحرض على واحد بيحميني وبيحمي بلدي وبيحمي أهلي وناسي، اللي يقرب جنبته هاكله بسناني، سواء كان داخلية أو جيش. أنا بقول لكم على الهواء اقتلوا ظباطه. أنا عايز أقول لكل زوجة ظابط جوزك هيتقتل النهاردة، لأ بكرة، بعد بكرة هيتقتل جوزك. الجيش الشرطة دول أهم حاجة في البلد، احنا ماشيين في أمان، وأنا راجل تاجر بمشي وأروح واجي ومبسوط جدا، وربنا خلينا السيسي. الجيش الشرطة زي الفل ومية مية وبيحمونا، وكلهم عشر عشر، وإخواتنا وحبايبنا وأهلنا كمان.